فريش. شو هذا الشيش حق 4 أشخاص الناس العزة يشربون. هذا مصنع قهوة. طيب قهوة تركية فريش. هذه الأسعار. هذا كله بالسوق المصري بس قاعد تمشي وتاكل. المترو نبروح بحر البسفور. رحلتنا بعد نص ساعة. مدت الرحلة 3 ساعات. هذا قصر دولمة بهشة. طبعا تونا واصلين كواك. نقعد تقريبا 2:45. المكان كله مطاعم. مشكلة كل مطاعم سي فود ما يمين قالوا ونحن قطاوة.
طبعا هذا كافيه. جبرنا نقعد سبت المطر. شو هذا الكلب وين ما نروح ورانا، ما ادري من قايل احنا ضايعين. هذا المكان اللي رايحينه يوروس كلاسي. شبعت للحين ناطرنا الاخ، بس المرة صعد فوق يدنا بنصعد فصعد قبلنا. شوف بعد الدري شنو فيه، لو هذا بعد للحين مصر يعني حسود فيه عود. شو ما ادري اوديك. قلعة وقلعة وقصنا علينا، آخر شي هذه قلعة. على تأخير 5 دقايق. الصاعين قلنا الرحلة 3 ساعات صارت 6 ساعات، وقال كل الجو صار مطر. السلام عليكم. مجمع الماركات سينيا بارك. Thank you.
مجمع ترامب تاورز. كروت اليانا الصيب تفوزون 55 مليون. هذه لعبة سكيب. هذول الألعاب اللي عندهم. مجمع موايد حلو، احلى مجمعين بس اسطنبول مول وسينيا بارك وفيا بورد فينيسيا، والباقي ما يسوون العنوة يعني اللي يبيه لا يضمر عليهم. اللي كان طالب مني برتغال جبت لك بس 3 حبات. شوف وايد عليك. ما ادري هذا مترو ولا مطار، نمشي كل هذا للمترو. ما زلنا نمشي طبعا خط طويل. هذه اخر محطة قطار راح نركبها واخر يوم.